إذا كبر طفلكم وبعده عم بيمص أصبعه، مهم كتير تفتشوا عيلي قلقه، عيلي زعجه، الفراغ يلي عم بيعيشه، وعم بيفتش على الأمان وعلى الهدوء وعلى الراحة بمص الأصبع. ما تتوتروا وما يكون في صريخ إذا شفتوه عم بحط أصبعه بتمه، هيدا الشي رح يخلق له أكتر مشكلة وخوف ورح تضطرب العلاقة أكتر. بالعكس، خصصوا وقت تحكوا فيه عن يلي زعجه، عن يلي مضايقه، يمكن ما عم بحس باهتمامكم وناقصوا هيدا العاطفة، بلولوا أكتر وقته، كونوا موجودين معه، لعبوا أنتوا وياه، عززوا الأوقات الإيجابية سوا. كمان إذا شفتوه عم بمص أصبعه، جربوا اللي هو عيطوله يساعدكم، يعمل شي معكم، أعطوه تلوين، أعطوه معجون، يلعب بشي، لعبوا معه بالطابة، فرح ينسى ويشيل أصبعه من تمه. كمان مهم أنه تعملوا معه جدول مثلا أو رزنامة، ونهار بنهار وكل نهار بيكون عم بيحط أصبعه بتمه أقل، بيكون عم بحطوا له نجمة، بيكون في مكافأة، ممكن تكون معنوية، ممكن تكون مادية، بس عم تبينوا له قد ايه انتم مهتمين فيه. هول اساليب مهمة كتير انكم تستعملوها مع اطفالكم، واهم شيء تكونوا معهم، لانه مص الاصبع هو بيرجع للشعور بالامان، للشعور بالراحة، فيه اكثر لشعور للطفولة الصغيرة اللي كان فيها بحضن الام. اذا كان عم يفتقدكم هلا بغيابكم، لانه انتم عم تشتغلوا، في اشياء عم تلهيكم عنه، هيدا الشيء رح يكون عم يزعجه كتير. إذا بقى موضوع مص الإصبع، مهم كتير إنه تلجأوا لمعالج نفسي يساعد طفلكم حتى ما تستمر معه أكتر لعمر كبير ويصير في عنده إحراج قدام الآخرين.